بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور. أحد الشهداء يقول: قف على قبري قليلا، قف على قبري قليلا ذاكرا من ربيع العمر أيام الشباب. ذهب العمر فأضحى حلما، وشباب قد غدا رهن التراب. السلام عليكم ورحمة الله. تحية إكبار وإجلال لمن ذكراهم 14 فبراير. حفاظا منا على العهد الذي فارقتمونا عليه، سنبقى أوفياء لدماءكم التي سالت على هذه الأرض الطيبة، لترسموا لنا درب العزة والكرامة، وإن كان معبدا بالشوك الجارح، وأما رخصتم بدماءكم إلا لأغلى الأهداف ألا وهي الحرية. فهنيئا لكم الشهادة. نحن اليوم جئنا إلى روضتكم لنجدد لكم العهد والوفاء في ذكراكم 5. عندما سقط أول شهيد يوم 14 من فبراير علي المشيمع، ولحقه الشهيد حسين الجزيري وبقية الشهداء، عرفنا إنها شجرة الحرية، وإن تساقطت أوراقها عهدا منا لن نبكي ولن ننكسر، بل سنظل متشبثين بهذه الأرض ننتظر سقوط المطر من جديد. وكفى بهذا الشعب فخرا حين حياكم. ثقوا بأن الله لن ينسانا مهما ساء الوضع أو طال الانتظار. جعفريون نسمى ولنا الشأن الرفيع، إننا نهوى الشهادة، إننا نأبى الركوع والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. ولن نركع إلا لله، لن 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 نركع إلا لله. عهد عهد يم الشهيد، عهد عهد يم الشهيد، عهد عهد يم الشهيد، عهد عهد يم الشهيد. والسلام عليكم ورحمة الله.